يخوض فريق الهلال الرياضي النظري لكرة اليد آخر حصة تدريبية قبل أن يشد الرحال نحو العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء في لقاء هو تاريخ بالنسبة للنادي. رفاق أحمد بن زنفرفة في محاولة لصناعة التاريخ وكتابته بمداد من الفخر. التأهل على حساب فريق الجيش الملكي في ربع النهائي ودخول محطة النصف النهائي من بوابة أمل تيزنيت يفتح الأفاق لبلوغ النهائي نهائي القمة بين من سيتفوق من المتصدرين والعملاقين وداد سمارة ورجاء أكادير. لقاء يعيد بالكثير من المتعة والتشويق. إذن لمن ستكون الغلبة إن شاء الله؟ وكل الناظورين والناظوريات قلوبهم على صعيد واحد، دعوات مستمرة من أجل بلوغ النهائي الحلم. فبالتوفيق لرفقاء خالد بلشكر وأحمد بن زرفة بحول الله تعالى يوم الأحد هناك بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء في حدود الساعة 5 زوالا. يسري نرحب بك على القناة الريفينو باللهجة التونسية. نرحب بك أكيد، عواشرك مبروكة. الهلال الرياضي النظوري قاعد يقدم في مستوى باهي جدا إن شاء الله. النصف نهائي كأس العرش، أنت كمايسترو الفريق، كيف يعني المستوى المجموعة وشنو الطموح ديالكم في مواجهة أمل تيزنيت؟ الله يأول حلية. السلام عليكم ينعاد، عواشرك المبروكة ينعاد عليكم بالصحة والبركة. على حسب ما نشوف التحضيرات نتاع السمانة هذه معناتها ونشوف الجوارات كيفاش محفزة، إن شاء الله نتفائلوا متفائلين كل الخير معناتها باش نربحوا نص النهائي، وعلاش لا نروحوا بالكأس أصلا إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة ل معناتها مش نقول لك أنا، بالنسبة للجوارات معناتها اللي نشوف فيهم أنا السمانة هذه كاملين حاضرين خدامين مزيان فهمني ولا المدرب كيف بحال بحال قاعدين نقدموا في خدمة طيبة، وإن شاء الله بإذن الله المجهود اللي بذلناه العام هذا ما يمشيش خسارة وإن شاء الله نتفوق. والفورما ديال اللعابة يعني إلا بغينا نسولوا في البليتور كاين يعني والله شوف بالنسبة للبليتور ما كايناش الحمد لله، ما فما شوية العيا كما تعرف آخر الموسم معناتها والماتشوات مور بعض فهمت، ما بطولة خرجنا من بطولة تقرعها في كأس العرش معناتها الوقت ما كانش بزاف، ما الحمد لله عرفنا كيفاش نتأقلموا وكيفاش مشينا ووفقنا ربي والحمد لله. الحقيقة الحديث الشارع يقول يعني بلسان الحال يسري وموحى هم رجال حقا أمازيغ من الناظور، أصلا فيهم دم الناظور، شنو ممكن توجه رسالة للنواضرة؟ شوف والله ان شاء الله النواضره اول حاجه ان شاء الله نوجهوا لهم ان شاء الله اكثر حاجه نوجههم بها ان شاء الله نروحوا لهم بالكاس ونفرحوهم. وبالنسبه لنا احنا معناتها راهو نلعبوا 100% مع شيء اي فرقه نمشي ورا الحمد لله، معناتها هذاك الواحد لازم يمشي يحلل فلوس ويكون يكون بروفيسيونيل بروفيسيونيل صحيح هذيك هي. الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا الله. السلام عليكم اخواني اخواتي، يتماسو يتماي عزني مضفان تبادو تنعرفينو كينغ مصطفى الاشهاب الاطار النغ التقنين الهلال الرياضي الناظوري. جميع الساكنه بالناظور داخل وخارج الوطن كتنتظر هاد المقابله النصف النهائي اللي هو حلم بحق ذاته. شنو غادي تقول لنا على التركيز اللعابه في اخر حصه وشنو حسيتي كمدرب ان شاء الله ممكن انه يرفعوا لنا الراس؟ شكرا مراد الاستضافة، وصراحة ديجا هذا تشريف كبير للفريق ولي انا وكل مكونات الفريق من اداريين ورئيس ولا لاعبين اننا وصلنا لهذه المرحلة من المراحل ديال نهاية كأس العرش. المهمة صعبة كبيرة كثير لان صراحة انا عارف القيمة ديال هذا اللقب هذا ولا هذا الانجاز هذا بالنسبة لساكنة الناظور اللي متشوقة، وحنا واعيين بهذه المسؤولية ونتمناو من قلبنا خالصا اننا نرضيو الجمهور ديالنا ونرضيو
الناس ديال الناظور ديال الناس ديال الريف لانهم يستاهلوا الافضل، ولان الناس اللي خدموا واللي وصلوا، لان ما وصلناش لهذه النتائج بالصدفه، فهي خدمه ديال سنوات واستمراريه، يعني ماشي بالسهل اننا نوصلوا لهذا المستوى هذا. نتمنى اننا نكونوا في المستوى الحدث ونحققوا الوصول للنهايه بعدا، لان ديجا هذا انجاز تاريخي، ولما لا اللاعب على اللقب باش نهديوه للجمهور ديالنا ولساكنه الناظور اللي تستاهل كل خير من هذا. سي مصطفى، لاحظنا يعني كصحفيين غياب الحارس عبد الرحيم شوحو ممكن يكون تساؤل للجماهير الناظوريه. سي عبد الرحيم راه حارس محترف، عارف المسؤوليه اللي عليه، عارف الانتظارات اللي عليه، عارف الواجب اللي عليه. هو صراحه عنده الاصابه في الرجل ديالو، لان فايت جرى عمليه على الرجل ديالو، ودابا بدات كتعرفوا اخر السنه وبالمجهودات والمباريات اللي لعبناهم، يعني حتى لي بليسيور، يعني الاعطاب اللي كانوا في القديمه عند اللاعبين بدات تصفق عليهم، تتنوض عليهم، وبالتالي اليوم ما قدش يتدرب لان رجلو تيضرو، عنده واحد الحريق فيها، وما بغيتش نغامر باش نعاود نمشي اثر له اكثر، يرتاح اليوم باش يكون واجد، وغدا يرتاح في كازا، لان غدا عندنا حصه تدريبيه في المركب ديال كازا، وباش يكون ان شاء الله نهار المباراه يكون. شكرا، بون شونس لكم ان شاء الله. اكيد بانه ثاني الحصه ثنكاروت الهلال الرياضي الناظوري يجن الرحله تيري ان شاء الله مربوحه، لانتظارات الساكنه مره ترجى ذاخر نيغاباري ثم هنغ ارسن سنيقا الهلال الرياضي الناظوري لكرة اليد عام ضمقران من دغاثيني تشيك وممش توريد كتقني المستوى يذها ذي التدريبات نهار الهلال الرياضي الناظوري. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم من كذي استور دموت واريغ البارتي دوان غي ترجان الشيء ماري حرام من ممش دنجا كان كتوب كيلعاب كجمهور المحبين سواء اني دي باري اني لا عزم ان شاء الله عن قسم النعامة دي بالماريس دي كأس العرش انا وغالا لافينا ان شاء الله وان شاء الله خدمني لافينا بختواري وذن 60 مينوت علينا وعليهم ان قل مجهودنا وان شاء الله غنصفح ضوء النظام مار. ايش تبرات ربما حيستخدث انه تيران خيجن اللقب ضم قران الكاس وجيد، ولكن ذي ظل غياب المسؤولين غانغذي هندين تربدت تعران سوع روار من يعني تبرات سنغات كشدشك. والله يزحاش غير السؤال، لان خو قيدي التير كطازي 20 سنه نفس السؤال نفس الوتيره، لان تندين طلنا شي طاوة الناس معين كنت تجيبوا البليه البليه طام قران تيري مرمي نسمح ومن داس غادي نيدي، لان كلشي باين، لان جيبوا لنا العطار ما ينزلوا زي الناس كلشي باين، الريح كي بقى كاتفو المغربي كمر اوروبا مار تريغاد مار تك، ولا اظن ان المسؤولين غايبين سيختو ديك السنه الانتخابات ديك السنه الوينات مار قجع في الطاوين غا الفيسبوك غا وسائل الاتصال هزوا تك اسم الناس طاوض غا المناصب باش تخش عاود خوينا خساكينه كلشي هادشي الفريق كاع ما يتجا يتراس المجهودات الناس بطبيعه الحال، وتاذ الفرصه عاود باش نيري ونطابو الورق بعضياتنا الهلال يلقى قاختهم وتحمل من قام عليك ودو دار ريسكيبو ديري مرمي نعقو حنديرو شي انتراضي تارسي راه تقصرها، لانه الميزانيه الفريق ما مش طرح الميزانيه من غادي تدفن ديك يجي الفريق ضام مقران لا يعقل يجي الشخص واحد غادي يتحمل المسؤوليه الفريق الا بروه توغيبو يتحب مثلا دين تونس يتحب اللعبه نس مغروم زي 16 ورا انت يتراجع يسمي دين تا يسمي الفريق وذو المتمنية النغمار ان شاء الله. اي صرف غزات السهواري ان شاء الله تقذاك شنيا شنزارك ومثنغ امو يعرن السي احمد بن زرفا الابتسامه ان شاء الله وانس وانا سجن الحول مار نتاروا النظار من دس نغثيني ان شاء الله كرف رحت ان شاء الله نتوعد ثاون نديت النظا انه ان كيجن كارير تصبحت ما مش تغت نوعد قبر زيد نديت من طنجر من تاهل غا ونصف النهايه او الربع النهائي من بطوله المغرب انه تعاود توعد اختنا انه كيجن كارير تصبحت وتوعد ان شاء الله السكينه النظا انه الهلال الناظور ان شاء الله غادي يحلق بجنه غنهائي البطوله كاس العرش ان شاء الله لما لا ادناوي كاس العرش ينديت النظا صفاح جمهور ينديت النظا رغم انه المسؤولين ينديت النظا وضف صفاح الريح مشى وتعاون مشى الفريق رغم انه الفريق بعيد كل البعد عن السياسه وما جواره الفريق ان شاء الله صار رئيس الناس
ان شاء الله يتحدى جميع الصعاب حما ادويه غزات حما ذيك نتيجه ايجابيه ان شاء الله حما ذي صفاح ديت النظر واقليم النظر كركوك. ثمانين نتمنى تقذى الشو ان شاء الله هي صوره في غزات.